تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية الاجتماعية بالشارقة المؤتمر الدولي الرابع بالشارقة بعنوان تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها المتطلبات والأبعاد والآفاق، والذي يستمر لمدة يومين. تحت شعار بالعربية نبدع انطلقت فعاليات مؤتمر اللغة العربية الدولي الذي ينظمه المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج العربي وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وجامعة الشارقة ومجمع اللغة العربية بالشارقة، إذ يسعى المؤتمر إلى استجلاء ومناقشة القضايا والدراسات والأبحاث وأفضل الممارسات والتجارب العلمية والعملية ذات الصلة بواقع اللغة العربية. كثيرا ما نركز في الإعلام على مشكلات اللغة العربية، نحن نقول هذه قضايا وتحديات تحتاج إلى علاج، ليست هناك مشكلات وإنما هناك نحتاج إلى حسن توزيع الأدوار. المراكز كالمركز دورها تقوم بإعداد الدراسات البحثية وتحديد أفضل التجارب والممارسات وإعداد المؤتمرات وغيره، ونحن نحتاج إلى أن يكون هناك تكامل في توزيع الأدوار. المؤتمر كذلك يسهم في التعريف بالجهود الفردية والمؤسساتية ودورها في تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها والاطلاع على أحدث المستجدات والمبادرات المبدعة والتقارير والتجارب الناجحة. نحن نحرص على حضور مثل هذه المؤتمرات، خصوصا وأن اللغة العربية حتى وإن تحدثنا وأسهبنا في الحديث عنها لازلنا نحتاج إلى الكثير والكثير لنقدم لها جل اهتمامنا من أجل هذا الجيل التقني الحديث الذي ربما يغيب عن الاهتمام باللغة العربية تحدثا وكتابة ونطقا، فهي فرصة جميلة ورائعة جدا. مؤتمر اللغة العربية الدولي تضمن عدة ورش ومحاضرات استعرضت أحدث الدراسات والبحوث الأكاديمية والتطبيقية والأفكار والرؤى حول تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها وتقديم المقترحات والحلول لها عبر مجالات علمية وتطبيقية بمؤسسات التعليم. مؤتمر اللغة العربية الدولي يعد منصة لمناقشة أهم القضايا والأبحاث والدراسات وأفضل التجارب العلمية والعملية ذات الصلة بواقع اللغة العربية. لأخبار الدار، فايزة الضنحاني، الشارقة.